بس احنا الاربعه بعض، الاربعه بعض ما يعملوا لنا خطه عشان الشركه تشتغل عشان ما نعرفش الوقفه دي تاني. ماشي، وقالت المفسدين ودعوني بالنيابه. ماشي، زمايلنا يرجعوا اللي راحوا، زمايلنا يرجعوا اللي راحوا. ماشي، احنا مش عايز اصدر الارباح حتى لو نزل منشور الارباح. احنا بصوا، عايز اقول لكم حاجه، احنا كل الشركه ناس محترمه، لكن الناس اللي حاسه او الناس اللي ماتت الشركه كلها ناس محترمه، لكن الناس اللي واقفه دي هي القيادين العماليين اللي مش حاسس بالمشكله روح. فالقيادين العماليين دول لما ينزل لنا منشور الاربعه احنا مش هنمشي، احنا هنقف لما نحقق كل مطالبنا.